يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان درجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 17، الإسكندرية 23-18، مطروح 22-14، بورسعيد 24-18، الإسماعيلية 31-18، وجوها حار. بالنسبة لسويس 31-17، العريش 24-17، طابة 30-19، شرم الشيخ 35-24، الغردقة 32-23، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 36-22، أسوان 37-22، الوادي الجديد 35-20، شلاتين 34-24، حلايب 30-23، وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.